طيب بسم الله كده احنا في كل اللي فات اتعلمنا ازاي نبني شبكة وايرد. لو انت عايز تبني شبكة وايرد بتحتاج تجيبها سويتش، والسويتش ده يطلع منه كابلات تربطك بالأجهزة. عيب الطريقة دي ايه؟ ان انت محتاج تمد كابلات. انت عندك مثلا 100 جهاز محتاج تمد 100 كابل، وكل كابل متقرج من ناحيتين، وتقعد بقى توصل الكابلات دي تشدها في الحيطان ومش عارف ايه وهكذا، فبتبقى طريقة متعبة شوية. طبعا لو عايز تربط الشبكة الوايرد دي بالانترنت بتحتاج تجيب ايه؟ تجيب راوتر اهو، والراوتر ده يطلع منه كابل يوصل في السويتش، وده ان شاء الله هيربطك بالجنب ده بالعالم الايه؟ بالعالم الخارجي. تمام كده؟ طيب ازاي بقى تبني شبكة وايرلس؟ الوايرلس ميزته ان هو اسهل في التعامل، ويعني اوفر، والدنيا هتبقى ايه ابسط بكتير. طبعا مميزات الوايرلس واضحة، مش محتاجين ان احنا نقعد ايه نلوك فيها. يعني عشان تبني شبكة وايرلس محتاج جهاز غير السويتش. اسمه ايه بقى الجهاز ده؟ اسمه اكسس بوينت. ده اول حاجة، جهاز جديد اهو اول مرة نتكلم عليه، اسمه اكسس بوينت. تمام. الجهاز ده بيبقى جهاز طالع منه زي ما انت شايف كده انتنة، او مش شرط يبقى طالع منه انتنة، ممكن يبقى فيه انتنة من جوه. ده ميزته ايه؟ ان اشاراته بتتبعت في الهواء حضرتك، يعني مش محتاجين كابل نبعت، لا اشارات بتتبعت في الهواء زي ما انا بتكلم دلوقتي. انا لما بتكلم بيطلع من بقي موجات صوتية، توصل لكم ازاي؟ سلك، مفيش كابل طالع من بقي لودانكو عشان انتوا تسمعوا، صح كده؟ لا، ده هي بتمشي في الهواء بتوصل لودانك، انت بتحس بيها وبتسمعها. تمام. فما فيش كابلات ما بيننا عشان تسمع. نفس الكلام احنا دلوقتي هنجيب ايه؟ هنجيب اجهزه ونخلي التعامل ما بينها لاسلكي وايرلس، يعني الاشارات تتبعت ما بين الاجهزه وبعضها في الهواء، حتى بيسموها موجات كهرومغناطيسيه، الكترو ماجنتيك ويفز، موجات كهرومغناطيسيه. الكترو خليها كده خلاص، الكترو ماجنتيك ويفز، زي الموجات الصوتيه اللي طالعه من بقي دلوقتي هيبقى شبهها، بس موجات بيسموها الكترو ماجنتيك ويفز. ساعتها لازم ايه؟ لازم الجهاز ده يركب فيه كارت، بس مش هينفع بقى الكارت اللي هو الار جي كام؟ الار جي 45، الار جي 5 مصمم ان يطلع منه ايه؟ منه كابل. لا حضرتك بص بس هنعمل ايه بقى عشان هنطبقه الكلام ده عملي على طول ورايا. تطفي الايه؟ تطفي اللابتوب ده وتشيل الكابل ده، الكارت ده ولا ايه؟ وتركب بداله الكارت. شايف الكارت بيبقى فيه ايه هو كمان؟ انتنة اريال طالع منه كده، ونشغله. والاشارات هتتبعت زي ما هنشوف. بص بص حتى هو عمل ايه؟ تتبعت فين؟ زي ما انت شايف كده، كانك جبت كابل هوا تربطه ما بين الايه؟ ما بين الجهاز ده ونفس الكلام. انا حتى ممكن اعمل ايه دلوقتي؟ انا ممكن بدل ما اقعد اشيل من كل جهاز الكارت الوايرد واحط كارت وايرلس، هكابير ده. بصوا ده الوضع بتاعنا اللي هيبقى موجود في الشبكه الوايرلس. ده كده اكسسيبل. تعال نشوف شويه صور كده توضح لنا الحته دي اكتر. في فولدر انا عامله هنا اسمه وايرلس لانز. بص ده شكل الجهاز الجديد اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، بيسموه اكسس بوينت اهو. بص اكسس بوينت طالع منها انتنه زي ما انت شايف. ساعات تلاقي انتنه، اتنين انتنه، تلاته. بقول لك ليه ساعات يحطوا كذا انتنه. بص ده لو اللابتوب بتاعك مش محتاج تركب فيه كارته وايرلس. بص اللابتوبات معظمها بيبقى فيها كارته من جوه كده بالمنظر اللي انت شايفه قدامك دي. لو بايظ على فكره ممكن تغيرها بكارته تانية، يعني مش طالع منها انتنه كده ظاهره قدامك، ده فيها حاجه اسمها بيلت ان انتنه زي الموبايلات بتاعتنا. الموبايلات برضو فيها المتفاكير، الموبايلات القديمه بتاعت زمان هي طالع منها زي اريال كده ولا انتنه، لا دلوقتي خلاص. بص ممكن تبقى الكارتة بتاعتك يو اس بي، تركب يو اس بي بالمنظر ده. تمام. او ممكن تبقى بالمنظر ده،
تركب شايف طالع منها انتنة، تمام. بدل الكارتة الار جي كام؟ الار جي 45. والاشارات ان شاء الله، فده هيبقى اسهل في التعامل بكتير يعني. اي سؤال لحد دلوقتي؟ بس في مشكله هنا، انا هنا لما يبقى عندي سويتش، عندي سويتش بطلع كابل من الفتحه اللي هنا للفتحه اللي هنا عشان اربط ده بالليها بالسويتش، ونفس الكلام لو انا عندي 50 جهاز. طب هنا يعني ازاي هربط؟ ازاي هطلع هنا؟ زي تحس ان هو كابل هوا، صح كده؟ ازاي هطلع كابل من هنا لهنا يعني؟ قال لك اخترعوا حاجه بيسموها SSID. ايه الاس اس اي ده؟ عباره عن اسم انت بتحدده بمزاجك، زي ما بتفتح كده الواي فاي على جهازك تلاقي ايه اسم الشبكه اللي انت بنيها، ده بيسموه اس اس اي دي. انا مثلا هسميه ايه؟ اي جي 6. اي جي 6 ده الاس اس اي بتاعي. عارف بقى حضرتك لو فتحت الواي فاي على الموبايل عندك او على اللابتوب او على اي حاجه، تلاقي بقى زي ما ابص هنا كده، انا لو دوست هنا، بس انا قافل الواي فاي، انا شغله. بصوا انا لما فتحت الواي فاي جاب لي ايه؟ في شبكه اسمها، وهم عاملين هنا الشبكه مسمينها فودافون، في حد تاني عامل شبكه اسمها تي داتا وهكذا. لما انت بتيجي على الاكسس بوينت حد عليها الاسم ده، عارف بتعمل ايه؟ بتقعد تبعت اشارات في الهواء تعلن عن نفسها. ليه؟ عشان انت لو جيت على اللابتوب بتاعك او على الموبايل بتاعك فتحت الواي فاي بالمنظر ده، يظهر لك لسه بالشبكات اللي ايه اللي حواليه، تقوم حضرتك مختار الشبكه اللي انت عايز توصل بيها، ها، وتكونكت. اول ما تعمل كونكت والكونكت يتم بنجاح، كانك بالظبط جبت ايه؟ كابل هوا كده وصلته من النقطه دي للنقطه دي. ازاي اعمل حاجه زي كده؟ على الباكت تريسر هنشوفها وبعدين هقول لك في الحياه تعملها ازاي. دبل كليك على الاكسس بوينت دي، تخش على الخانه اللي اسمها جي او اي، هتلاقي هنا اعدادات الايه؟ الوايرلس. هتلاقي فيها ايه؟ الاس اس اي، انا هسميه ايه؟ اي جي 6، واقول له سيف، تمام. بص مفيش ولا جهاز دلوقتي واصل باي جي 6. حضرتك في الحقيقه المفترض لو جيت على كارت النتورك بتاعك دوست هنا، يظهر لك من ضمن الليسته دي شبكه اسمها ايه؟ اي جي 6. طب يعادل ده على الباكت تريسر ايه؟ دبل كليك هنا كده ديسك توب، وقول له بي سي وايرلس، كونكت، وقول له ريفرش. هتلاقي ايه؟ ظهر لك ان في شبكه حواليك اسمها اي جي 6، وانا عايز اكونكت بيها. شفت ايه اللي حصل؟ كانك جبت كابل ووصلت بيها، وصلت بيها ليها الجهاز ده. ونفس الكلام على كل ايه؟ على كل، هعمل نفس الكلام هنا، اجي على ده اقول له بي سي وايرلس، كونكت، ريفرش. واقوم جاي داخل عليها كاني جبت كابل هواء وصلته من هنا. دي الطريقه اللي تعادل هنا ان انت تجيب كابل وتقرجه من ناحيتين وتست عليه ان هو سليم، وتروح تمده طرفه هنا وطرفه هنا. شايف هنا ابسط واسهل ازاي؟ هاجي على ده كمان بالمره، اقول له هنا كونكت، فريش، يجي 6، كونكت. ده كمان وصلته بالمره، وصل. اوقف الريكوردنج، حضرتك هتبني لعبة عندك بالمنظر ده، هتحط سويتش توصل بيه أربع أجهزة، وتحط أكسس بوينت وتوصل بيها أربع أجهزة. أوقف الريكوردنج. طيب يبقى كده كل الجيل اللي عملناه إيه؟ إن إحنا حطينا جهاز جي اسمه أكسس بوينت أهو، وصلنا بيه أربع أجهزة. خد بالك في الواقع العملي أنت عشان تربط جهاز بسويتش لازم تعمل إيه؟ لازم تمد كابل يكون بدايته في الجهاز ده ونهايته الناحية التانية في السويتش. السويتش ده في الحقيقة، في الحقيقة بيبقى محطوط في حاجه اسمها راك، والراك ده بيبقى مقفول عليه زي بوكس كده، بيبقى مقفول بقفل، او بيبقى محطوط في مكان انت ما تعرفش توصل له اصلا. بخلاف بقى يعني الكلام اللي انتوا شايفينه هنا ده، انت ممكن تروح دلوقتي تطفي السويتش ده، صح كده؟ ممكن تروح تشيل الكابلات منه. لا، في الحقيقه المفترض في الشركات اللي يتعمل ايه؟ بيبقى محطوط في بوكس محدش يعرف يحط فيه كابلات ولا يشيل منه كابلات، الا اذا كان قادر ان هو يفتح هذا البوكس، او يبقى موجود في اوضه كده يسموها داتا سنتر. داتا سنتر روم ديت بتبقى اوضه فيها سيرفرات وفيها سويتشات وفيها راوترات وهكذا، ومش اي حد يقدر يوصل السويتش يوصل كابل ايه؟ كابل فيه. لكن الفكره بقى ان انت لو شغال وايرلس الدنيا هنا سايحه خالص. هنا اي حد هيفتح الواي فاي هيشوف ان في شبكه اسمها اي جي 6 هيكونكت بيها، يعني كانه جاب كابل ووصل نفسه بالايه؟ شبكه.
عشان كده لابد لو انت شغال وايرلس تامن نفسك. تامن نفسك ازاي؟ دي الطريقه اللي الكل بيستخدمها. لما حضرتك تفتح الواي فاي عندك، والله الشبكه دي انت عايز تكونكت نفسك بيها، فتيجي انا تقول له انا عايز اعمل ايه؟ كونكت. تلاقي الاكسس بوينت ردت عليك وقالت لك ايه؟ اديني ايه بقى؟ اديني كي. مش اي حد يكونكت بيها. فحضرتك لازم تحدد على الاكس ده فور سكيورتي طبعا، ممكن انت ما تعملوش. يعني ممكن اخلي الاكسس بوينت ديت اوبن. اوبن يعني اي حد عايز، يعني فري كده، اي حد عايز يكونكت بيها يا دوبك يختار. زي ما احنا عملنا هنا، ما انا عشان اكونكت هنا بص عملت ايه؟ جيت هنا على الشبكه ظهرت لي ريفرشايه، ظهرت لي وقفت عليها ودوست كونكت، عمل كونكت بيها واشتغل زي الفل. فين بقى هنا السكيورتي؟ اي حد ممكن يكون. قال لك السكيورتي نعملها ازاي؟ بكي، او في بعض الشركات بيعملوها بيوزر وباسورد. يعني لما تيجي تخش على الشبكه الواي فاي ما يطلبش منك كي بقى، وما يطلبش منك باسورد، لا، يقول لك انت مين، اسمك ايه، والباسورد بتاعك كام. وده الصح المفترض يتعمل في الشركات، لان احنا احيانا بنحتاج نراقب ونعرف مين اللي كونكتد دلوقتي، ابراهيم ولا حسين ولا علي، ومين اكتر واحد عمل داونلود واكتر واحد عمل ابلود وهكذا. فانت لازم تبقى عارف هويه الشخص اللي داخل. فلو كانت عمليه الدخول بكي بس من غير يوزر وباسورد، ساعتها انت مش هتبقى عارف مين اللي ايه، مين اللي داخل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا ممكن لو عرفت الكي اعرف اخش. طب في موظف مثلا، انا مش عايز حد يستخدم الشبكه الواي فاي غير 4-5 افراد هنا مثلا عاملين شبكه واي فاي، انا اعرف الباسورد بتاعي، انتوا مثلا المفترض ما تعرفوش الباسورد، وانا ممكن منتهى البساطه اعمل ايه؟ اعرفك الباسورد. او لو شغال موظف شغال في شركه ومسموح له يستخدم الشبكه الواي فاي، واحد تاني يقول له ما تديني يا عم الباسورد بتاعت الواي فاي، يقوم جاي اعطيها له. فلو انت شغال بكي سهل اي حد يدي الباسورد لاي حد تاني، لكن لو انت شغال بيوزر وباسورد، اليوزر والباسورد دول انت بتبقى حريص، لان دول بيبقوا خاصين بيك انت بس، المفترض ما حدش يعرفهم غيرك. طب انت مش لما بتيجي تشغل جهاز الكمبيوتر بيطلب منك في البدايه يوزر وباسورد؟ مش انت ممكن تخلي جهاز الكمبيوتر ما يفتحش معاك الا بايه؟ بباسورد. ده هيبقى نفس الباسورد اللي انت كموظف بتستخدمها جوه شركتك عشان تعمل لوجن على الجهاز بتاعك، والمفترض الباسورد دي ما حدش يعرفها ايه، يعرفها. فانت هتبقى حريص اكتر من اي حد ان ما حدش يعرف اليوزر والباسورد دول غيرك انت، تمام كده. فعشان كده في الطريقه بتاعت الكي يعني تعبانه شويه، لكن الطريقه الاقوى بتاعت اليوزر وايه والباسورد. احنا الطريقه اللي علينا طريقه الكي، اعمل ايه بقى؟ حضرتك تروح على الاكسس بوينت، تخش على خانه الوايرلس، وتخش على الجزئيه اللي اسمها وايرلس سكيورتي. تلاقي السكيورتي باي ديفولت هنا ايه حضرتك؟ ديسيبل، مقفوله. اقول لها انا عايزه ايه بقى؟ عايزه اشغلها. لما اجي اشغلها بيسالني على شويه طرق كده هشرحها لك دلوقتي. انا هختار بس طريقه، المفترض اكتب هنا بقى ايه الكي 1 2 3 4 5 6 7 8، او انت حط اي كلمه اي باسورد تعجبك، بس يا ريت الله يكرمك تبقى معقده ومحدش يعرفها غيرك. يعني بلاش تستسهل وتكتب من 1 ل 8. طب انا ممكن اتوقع يعني اقعد اجرب كده 4 4 4 5، مش عارف من 1 ل 8، من 1 ل 9 وهكذا، بحيث ان انا ايه لو انا عامل باسورد سهله اقدر ان انا ايه اوصل لك، تمام كده. فياريت تبقى باسورد معقده. لا انا هكتفي دلوقتي واقول له ايه، اقول له سيف. بص ايه اللي حصل، الاتصال ما بين الاربع اجهزه دول الاكسس بوينت اللي حصل فيه اتقطع. ليه؟ مش هتدخل حد الا اذا كان معاك كي. فانا هاجي هنا كده اقول له انا عايز ريفرش، هتظهر لي طبعا الشبكه دلوقتي. اما اجي كونكت يقول لي لا يا حبيبي اديني ايه بقى الكي. زي بالظبط ما انا دوست هنا كده وجيت اخش على شبكه من الشبكات دي، قال لي ايه كونكت، قال لي اديني كي. بس في مشكله، انا لما هاجي اتكلم مع الاكسس بوينت هتكلم معاه وهبعت لها داتا فين؟ في الهوا، صح كده؟ طب ما حضرتك ممكن يكون واحد، وده تقدر تعمله على فكره ببرامج، تجيب اللابتوب بتاعك كده، اللابتوب بتاعك يكون فيه كارتة واي فاي، تبدا تعمل ايه؟ تقول اللابتوب بتاعك انا عايزك تعمل ايه؟ يعني انت بقى مش عايز تربط نفسك بشبكه واي فاي، انت عايز تتجسس على اي اشارات بتتبعت في الهوا.
ما انت الجهاز بتاعك فيه كارته وفيه انتن، يعني تقدر تسمع الحوار اللي بيحصل وبيتبعت في الهواء تقدر تسمعه، وتبدا تعمل ايه؟ تتجسس على الحوار اللي طالع من الجهاز ده رايح للاكسس بوينت. طب ما كده الراجل ده لما يجي يكونكت الاكسس بوينت تطلب منه الكي، فيقوم جاي بعت لها ايه؟ الكي. مين اللي سامع الحوار ده؟ وده اخطر عيب في الوايرلس. انت في الوايرد لما بتيجي تبعت داتا من الجهاز ده راح للسويتش، ماشيه جوه ايه؟ ماشيه جوه كابل محدش بيعرف يتجسس عليها ولا يسمح ولا مش هينفع مثلا ترمي ودانك مع الكابل ده عشان تسمع ايه اللي بيحصل جواه. لكن وايرلس ينفع ترمي ودانك لان هي عباره عن اشارات زي كده اتنين بيتكلموا مع بعض، هم عشان يتكلموا مع بعض مش بتطلع موجات صوتيه تتنقل ما بينهم، اي حد قاعد جنبهم رامي ودانه معاهم هيسمع كل الايه؟ كل الحوار اللي بيحصل ما بينهم، صح كده ولا ايه؟ نفس الفكره بالظبط. فقال لك طب انا كده ما عملتش حاجه، ما انا ممكن الكي ده اثناء ارساله من الجهاز للاكسس بوينت واحد يتجسس عليه ويسمعه. قال لك اه، عشان كده احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نامن الكي اثناء ارساله. يعني الكي وهو بيتبعت يتبعت بطريقه مؤمنه مشفره من الاخر كده، بحيث ان لو حد سرقه ما يفهمش منه ايه حاجه. عشان كده انت لما تيجي تكون نكتب الاكسس بوينت لابد ان الاكسس تقول لك استنى تعالى نتفق مع بعض على طريقه نامن بيها الاتصال ما بيننا، تمام كده؟ او تبدا تتفق معاك على طريقه بحيث ان انت تبعت لها كي مشفر لو حد اتجسس عليه ما يفهمش منه ايه؟ ما يفهمش منه حاجه. وصلت؟ طيب اخترعوا ايه؟ اخترعوا طريقه قديمه اسمها ويب. دي احد الطرق اللي بتستعمل لتامين الكي اثناء ارساله. بس يعني سهله تتكسر، ضعيفه في التشفير. فاخترعوا بعدها طريقه اسمها وبا. وبا. وبعدين طوروها وعمل وبا 2 لحد مده قريبه كانت الوبا 2 اقوى طريقه ومحدش قادر يكسر التشفير بتاعها، لحد ما في مجموعه من الناس كده بروفيشنال يعني قدروا ان هم من خلال ثغره فيها يكسروا التشفير بتاعها، فعملوا دلوقتي الوبا 3. كل دي طرق لتامين ايه؟ لتامين الكي اثناء ارساله من الكلاينت للايه؟ للاكسس بوينت. الوبا 3 دي حاجه جديده لسه، يعني انت لو شغال على اي اكسس بوينت مش هتلاقي عليها الوبا ايه؟ الوبا 3 ده، تمام؟ لسه ان شاء الله يعني ينزل على الحاجات الجديده. لكن اللي هيبقى متاح دلوقتي اقوى حاجه هو الوبا ايه؟ الوبا 2. فعشان كده الله يكرمك لما تيجي تستخدم ابعد عن الويب وابعد عن الوبا وخليك في ايه؟ في الوبا 2. الوبا 2 ده في منه نوعين، نوع بيرسونال ونوع انتربرايز، ونفس الكلام لكل نوع على فكره. يعني الوبا في منه بيرسونال انتربرايز، الوبا 2 بيرسونال انتربرايز. بيرسونال لو انت شغال بطريقه الكي، انتربرايز ده بختار انا شغال بطريقه الايه؟ اليوزر والباسورد. طب بص بقى، ارجع الاكسس بوينت تاني واخش على الاعدادات بتاعتها. بص بقى حضرتك عندك ايه؟ الوبا بيرسونال وانتربرايز، الويب 2 بيرسونال انتربرايز، الويب الله يكرمك ابعد عن الويب تماما. بقى تخليك في ايه؟ في الويب 2. انهي نوع؟ ها؟ البيرسونال. وبعدين تحط ايه بقى حضرتك؟ تحط الكي. طالما اخترت حضرتك ويب 2 بيرسونال لازم الكي يبقى على الاقل 8 كاركتر. يعني 8 حاجات. حروف بقى، ارقام، رموز، ايا كان، المهم ان هو يبقى 8 وخلاص. عشان كده الناس بتستسهل وتعمل ايه؟ من 1 لـ 8 تعمل مثلا 5 5s 3 3s 4 4s 4 5s وهكذا. طبعا ده سهل جدا ان هو حد يقعد يجرب الارقام ويوصل له وبالتالي يقدر يخش على الشبكه الواي فاي بتاعته. عشان كده انت الافضل يبقى معقد ويبقى كلام كتير، يعني مثلا ممكن يبقى 15 حرف ولا حاجه، تحط فيه كابيتال وسمول ورموز وحروف بحيث ان مش اي حد يقدر ايه يوصل له ويكونكت بالشبكه بتاعته. اي سؤال لحد دلوقتي؟ انا كده امنت الاتصال كده. ما تقلقش لما الجهاز ده يحاول يكونكت ويكتب اهو بقى الباسورد 1 2 3 4 5 6 7 8 اثناء ارسالهم لو حد بيجس على الحوار مش هيفهم منه حاجه، ما تقلقش. والحوار او الاتصال تم بايه؟ تم بنجاح. تعالى بقى هنا برضو على ده اقول له بي سي وايرلس كونكت اجي سيت اهي، اقول له كونكت، اقول له اديني كي 1 2. طبعا انت في الواقع العام مش تعمله 1 2 3 4 لحد 8، تعمله حاجه معقده. كونكت
الراجل ده عمل كونكت وهكذا. فكده اللي هيعرف الكي هيقدر يعمل ايه؟ يعمل كونكت. اوقف الريكوردنج، ابداوا بس عدلوا هنا، شغلوا خاصيه الوايرلس ايه، الوايرلس سكيورتي وابا تو بيرسونال، وتختار وتحط هنا الكي وما تنساش تحت تقول له ايه، سيف، ها، وبعدين تبدا تعمل كونكت. طبعا انا هاجي هنا اهو على الجهاز ده، هكبيره بالمره بدل ما كنترول سي كنترول في. في ميزه بقى، حضرتك لما بتفتح الواي فاي على اي جهاز وتكونكت باي شبكه واي فاي حواليك، كتبت الكي بتاعها، الجهاز ده بيعمل لبيانات هذه الشبكه حاجه بيسموها كاشينج، بيكيش عنده بيانات الشبكه عشان في المستقبل لو حضرتك رحت نفس المكان اللي فيه الشبكه، مجرد ما تفتح الواي فاي تلاقيه عمل كونكت ايه؟ اوتوماتيك، من غير بقى، او حتى لو ما عملش كونكت اوتوماتيك، لما اجي اقول له انا عايز اكونكت بالشبكه اللي اسمها فودافون، لو انت كنت كونكتد بيها قبل كده الباسورد بتاعها ما اتغيرش، كونكت تلاقيه عمل كونكت، لكن لو الباسورد بتاعها اتغير هتيجي تكونكت هيطلب منك ايه؟ هيطلب منك الباسورد ده. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طب احنا كده الحمد لله بنينا ايه، شبكه. في مشكله بقى دلوقتي، ايه المشكله ديت؟ انت دلوقتي وانت بتبعت الكي للاكسس بوينت الكي هيبقى مشفر. طب ماذا عن الداتا؟ هو سؤال، انت ليه عملت كونكت للاكسس بوينت؟ عشان الاجهزه دي ان شاء الله تكلم بعض، وهنشوف كمان شويه ازاي نخليها تطلع ايه كمان، تطلع نت. طب ما انا كده اي حاجه هبعتها هتتبعت في الهواء، في بقى خايف على الرسائل اللي هبعتها دي لحد برضه يتجسس عليها ويسرق محتواها. قال لك خلاص، ايه رايك نخلي اي داتا طالعه من اي جهاز راحه للاكسس بوينت تبقى مشفره، يعني حتى الداتا نفسها تبقى مشفره. خد بالك الكلام اللي انا شرحته من شويه كان تشفير او تامين لايه؟ للكي، لكن ما كانش تامين للداتا اللي بتتبعت. لا، انا عايز بالمره كمان امن الداتا اللي بتتبعت. فاخترعوا طريقتين مشهورين جدا لتامين الداتا اثناء ارسالها، طريقه اسمها تي كي اي بي، ودي ضعيفه ابعد عنها، والطريقه الثانيه اسمها اي اي اس. دي الطريقه القويه اللي مستخدمه في الواقع العملي. عشان كده احنا لما دخلنا على اعدادات الاكسس بوينت ديت، في اوبشن هنا اهو بيسالني ده ايه، ده لتشفير ها الداتا، مش الايه، مش الكي. اختار بقى انت عايز اي اس ولا تي كي اي بي وهكذا. فانا طبعا هقول له اي اس وادوس سيف. اي سؤال لحد دلوقتي؟ الواقع العملي مع الورقه تي بي موجوده. بص، ساعات في اكسسات بتسمح بالاثنين، يعني ما عندهاش مانع. مين بقى اللي يختار؟ كلاينت اللي بيكونكت. كلاينت يقدر يختار على مزاجه، وعايز يشتغل معاها بالتي كي اي بي يشتغل بالتي كي اي بي، عايز يشتغل بالاي اس يشتغل بالاي اس. يعني هي سايبه حريه الاختيار اللي هي للكلاينت، لكن في اكسسات ثانيه لازم تختار فيها اي اس، يبقى كده الكلاينت لازم يكونكت ويشتغل بالاي اس، تي كي اي بي لازم يشتغل بالتي كي اي بي. اي سؤال؟ في برنامج لذيذ هنا اسمه انسايدر، فين هو؟ مش عارف مسطبه انا ولا ان اهو، موجود في الماتيريال اللي انا عاطيها لكم. البرنامج ده رائع جدا، تفتحه وتقول له بقول لك انا عايز اعمل سكان للشبكات اللي حواليا. جاب لي ايه؟ جاب لي بيقول لي ان في حواليا شبكه اسمها فودافون، وشبكه اسمها تي داتا، وشبكه اسمها آسر. لا، لو مخفية المفترض ما تظهر لكش إلا بشروط، ممكن لو حد كونكتد بيها تظهر لك، يعني لو في ناس كلاينتس عاملين كونكت بيها وبيبعتوا لها داتا وبيستقبلوا منها داتا فتقدر تشوفها، لكن لو مفيش حد كونكتد بيها يبقى مش تقدر تشوفها. بص، دول الشبكات اللي حواليا. بيقول لك السكيورتي إيه بقى؟ وابا تو بيرسونال. خد بالك، اصل الاكسس بوينت لما انت بتظبط الاعداد بتاعتها عارف بتعمل ايه؟ بتقعد تبعت اشارات في الهواء، تقول يا جماعه انا اكسس بوينت، اسمي ايه؟ اسمي اي جي 6، او اسمي ايه؟ او اسمي فودافون، ومشغله عندي سكيورتي، واللي هيكونكت بيا هنامن الاتصال ما بيني وما بينه بالايه؟ ها؟ بالوابا تو بيرسونال. تديك البيانات بتاعتها كلها، بدليل ان انا لما جيت هنا على مثلا الجهاز ده
وقلت له انا عايز اعمل كونكت ريفرش. انت ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان انت عرفت ان في شبكه جنبك اسمها ايه؟ ايجي ست. مش بس كده، عرفت ان هي مستخدمه ايه؟ ها الويب تو. ولما جيت اعمل كونكت ها طلب بس مني ايه؟ البريش الكي بتاعك، صح كده؟ الكلام ده معناه ان الاكسس بوينت بتفضح نفسها للي حواليها بكل بياناتها، وبتقول لك هي شغاله بالتي كي اي بي ولا الاي اس ولا ويب 2 ولا ويب 3 ولا ويب 1 ولا ايه بالظبط. فهي بتعرف، الحاجه الوحيده اللي مش بتعرفها لك هي ايه؟ الكي. تيجي تكونكت بيها تقول لك اديني الكي وانا ادخلك على الشبكه بتاعتي. فالبرنامج ده لذيذ كده، بيجيب لك بيانات الايه؟ الشبكات اللي حواليك. تمام، خد بالك ممكن لو الكارتة الواي فاي اللي انت مركبها في جهازك دي مش عاجباك، يعني الجهاز بتاعي ده فيه كارتة واي فاي بدليل ان انا شايف الشبكات اللي حواليا، ممكن تشتري كارتة يو اس بي وتركبها. او افرض انت عندك جهاز الشخصي اللي في البيت ما فيهوش كارتة واي فاي، ممكن تشتري كارتة بالمنظر ده اهو وتركبها. ممكن تشتري كارتة يو اس بي بالمنظر ده وتركبها. يعني انا هوريكم كارتة دلوقتي معايا، انا واحدة منها هطلعها لكم دلوقتي، اسمها الفا الموديل بتاعها او الشركة اللي عاملاها بسميها الفا. حد شايف الفا هنا؟ يا رب. بصوا الكارت ده اسحبيها حطيها، شغلي بقى شغلي. بصوا الكارت ده كده يا شباب، الكارت ده كارت اهو فيه انتنه زي ما انت شايف، بيطلع منه كابل يوصل فتحه اليو اس بي. يعني ده ممكن يبقى بديل لو الكارت اللي عندك امكانياته ضعيفه، مش ده كارت برضه ممكن يركب، ده كارت كمان. يعني خليني انا اركب الكارت اللي معايا، ثواني بقى ايه. معظم الكروت الالفا اللي في السوق مضروبه، فلو انت عايز تعرف هو اصلي ولا مش اصلي اتاكد ان مكتوب هنا ميدين تايوان. لو لقيت مكتوب ميدين تشاينا او مكتوب مش مكتوب اصلا، يعني انا معايا واحد مش مكتوب عليه اصلا الميد ان ايه، الحته دي فاضيه، وفي واحد تاني معايا مكتوب عليه ميدين تشاينا، الاثنين دول مضروبين، لازم يكون مكتوب عليه ميدين تايوان وعليه العلامه المائيه اللي انتم شايفينها وفوق دي، وهنا نمسك. تمام، طبعا بيطلع منه كابل يو اس بي انا هوصله دلوقتي في الايه؟ في الجهاز. ان شاء الله لو خدت كورسات هاكينج وتعرف ازاي تعمل اتاك على شبكه واي فاي، هتعرف ان الكارت ده فيه امكانيات بيقدر يعمل حاجات ما يقدرش يعملها الكارت العادي اللي موجود ايه؟ البيلت ان اللي بيبقى موجود في جهاز الكمبيوتر بتاعك او في الموبايل او في التابلت بتاعك. انا دلوقتي وصلته، دلوقتي لما اجي على خانه الواي فاي شايف جايب لي ايه؟ كارتتين. من مميزات كمان الكارت ده ان الباور بتاعه قوي، يعني يقدر يحس بالشبكات البعيده. يا بص انا وانا شغال على ده شايف كام شبكه؟ اربع شبكات. لا ده انت ممكن لو جبت ده تلاقيه شايف ما شاء الله، شاف عدد ايه؟ اكبر. حتى تعالى نشوف من البرنامج ده، بس انا هاجي هنا اقفل البرنامج ده وافتحه تاني. بصوا كده البرنامج ده انا لما بفتحه بقول له هنا انا عايز استخدم الكارته انهي، دي الكارته البيلت ان اللي موجوده في اللابتوب، دي الكارته اللي هي الثانيه اللي انا مركبها دلوقتي ديت، انا اخترت الكارته الثانيه. بص هتلاقيه جاب لي عدد اكبر من الشبكات. دي ميزتها ايه؟ الباور بيبقى ليها حاجه اسمها باور، كان الباور بتاعها عالي. حتى انت ساعات تعمل ايه؟ ساعات تفتح الواي فاي على الموبايل عندك تلاقيه مش شايف شبكه معينه او شايفها اشارتها ضعيفه ومش عارف تكونكت بيه. من موبايل تاني او من لابتوب تفتح الواي فاي تلاقيه عامل كونكت وشغال زي الفل. ليه؟ واضح ان الباور اللي موجوده في الكارته بتاعت اللابتوب اقوى من الباور اللي موجوده في الكارته بتاعت الايه؟ الموبايل. او ساعات انا ساعات ابقى قاعد انا مثلا حد من صحابي وانا فاتح الواي فاي وشايف الشبكه وشغال زي الفل، وحد تاني فاتح الواي فاي ومش عارف يكونكت.
الكارتة اللي عنده الباور بتاعها ضعيف فمش عارف يكونكت بالايه بالشبكة. اي سؤال بص جايبة عدد اكبر من الايه من الشبكات زي ما انتم شايفين. اسيبها انا كده نبدا نشتغل. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طب احنا كده الحمد لله بنينا شبكه واي فاي تقدر الاجهزه تتكلم مع بعض عادي جدا. كل الاختلاف ان بدل ما كنا مصدقين كابلات بقت الدنيا شغاله وايرلس. يعني ايه؟ عاكس تدي الجهاز ده اي بي وماسك وجيت واي، ده اي بي وماسك وجيت واي، او يكون في جهاز واصل في الشبكه شغال دي اتش سي بي ويوزع عليهم اي بيات وتبنج من ده على ده على ده على ده عادي جدا بدون اي مشاكل. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب اكيد طبعا من ضمن الحاجات اللي هحتاجها في الواقع العملي ان انا اربط الشبكه الوايرلس اللي انا بنيتها بالشبكه الايه؟ بالشبكه الوايرد، صح كده ولا ايه؟ عشان كده مليون في الميه هتلاقي الاكسس بوينت بتاعتك فيها فتحه ار جي كام؟ 5 5 24 دي جبتها منين؟ 11 ايه اللي جاب ال 11؟ ده مش راوتر المفترض، ده اكسس بوينت. تمام معايا ولا ايه؟ ده اكسس بوينت، سيبك من اللي عندك في البيت، ده جهاز بشتريه اسمه اكسس بوينت، ده جهاز ده فيه انتنة ويبقى فيه ايه بقى؟ فتحة ار جي 45. ليه؟ عشان تربطني بايه؟ تربطني بالشبكة الايه؟ الوايرد اللي انا بنيها. يعني خليني في اللاب اللي احنا كنا شغالين عليه، بصوا اللاب ده كده، اللاب ده احنا كنا بنيناه وربطناه بالانترنت بس شغالين واير. انا عامل هنا دي اتش سي بي اهو، ويا عم خلي الدي اتش سي بي يوزع اهو، فين الدي اتش سي بي؟ يوزع جيت واي على الناس 10.00.201 و الدي ان اس احنا عاملينه 20.00.3، واقول له سيف. ابص انا عامل جهاز اهو كانه هو الدي ان اس، وده الجيت واي بتاعي 10.201. طبعا اي جهاز دلوقتي هيوصل في الشبكه ديت خد اي بي من الدي اتش سي بي، اخد اي بي 10.4 جيت واي 201.20.3، دي شبكه وايرد. انا بقى عايز ابني كمان شبكه وايرلس معاها. ادي الاكسس بوينت اهي، واجيب الاجهزه بتاعتي اللي هركب فيها كارته وايرلس ونربطها بقى. احنا شفنا هنربطها ازاي، ها هم دلوقتي هتتربط اوتوماتيك. زي الفل. عايز بقى اربط الشبكه دي بدي، فحضرتك المفترض تطلع ايه بقى؟ كابل من هنا يوصل هنا. تمام؟ طيب خد بالك احنا قلنا دي على الاقل هيبقى فيها كام فتحه ار جي 45؟ فتحه واحده ار جي 45. لكن الموديل اللي انا حاطه ده هتلاقي ما شاء الله في كام فتحه ار جي 45؟ سيبك من الفتحه الزرقاء ديت، مالكش دعوه بيها، هشرحها كمان شويه. فيها كام فتحه؟ انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ ان ما شاء الله الجهاز ده حتى الان 2 في 1، يعني ده عبارة عن اكسس بوينت وايه كمان معاه؟ لا وسويتش وسويتش. يعني حضرتك ممكن تستخدم نفس الجهاز ده عشان تربط اجهزة ايه؟ اجهزة وايرد او اجهزه وايرلس، ها، ويتكلموا مع بعض زي الفل عادي جدا بدون اي مشاكل. بس انا دلوقتي يكفيني فتحه واحده، لان انا ايه، انا جايب سويتش رابط بيه كل الاجهزه الايه الواير، فانا مش محتاج من هنا غير ايه، خلاص انا مش عايز دوله، مش محتاج من هنا غير فتحه واحده توصل بده. خد بالك احنا قلنا ده كده كانه جهاز كام؟ 2 في 1، يعني سويتش واكسس بوينت مع بعض. طب انا لو طلعت كابل من هنا لهنا يبقى مش كاني موصل كابل من سويتش لسويتش، يبقى المفترض يبقى كابل ايه؟ كابل كروس، صح كده؟ طيب ولما اجي اوصله
بص بيقول انت عايز توصله بأنهي فتحه. انا قلت لك مالكش دعوه بالفتحه اللي هي الزرقاء ديت، مالكش دعوه بيها. الفتحه دي بيبقى مكتوب عليها كده وان او انترنت، مالكش دعوه بيها دلوقتي خالص، تمام؟ فلما اجي اوصل ما توصليش الله يكرمك بالفتحه اللي اسمها ايه انترنت، توصلي باي فتحه من الفتحات الاربعه التانيين اهو، وصلها باي فتحه، تمام كده؟ طيب مفترض بقى الجهاز ده دلوقتي عادي جدا هياخد منين؟ من الديس. يعني لو جيت على الجهاز ده دلوقتي، بس انا هعمل حاجه زغنططه كده هنا معلش، لان الاكسس بوينت من ضمن المميزات اللي فيها ان هي تقدر تقدم لك خدمه الدي اتش اس بي. يعني ممكن اخلي ده طبعا، احنا بص احنا الدي اتش اس بي يا اما يبقى جهاز واصل شغال عليه خدمه دي اتش اس بي، يا اما فاكرين لما عملنا اعدادات لراوتر سيسكو ان هو اللي يشتغل ليها دي اتش اس بي، او حل كمان اهو لو انت عندك اكسس بوينت تقدر تخليها تقدم خدمه دي اتش اس بي. ده لينا لو جيت على الجهاز ده دبل كليك عليه وقمت جاي داخل هنا كده، هلاقي من ضمن الاعدادات اللي فيه ان هو هيشتغل ايه دي اتش اس بي. طب انا هنا في اللاب ده مش اوريدي عامل ايه جهاز دي اتش اس بي، فعشان كده انا هاجي على خدمه دي اتش اس بي هنا اعمل فيها ايه؟ اوقف اقول له سيف مش عايز. هنا اجي بقى على الجهاز ده اقول له بقول لك ايه، انا عايزك تاخد اي بي من دي اتش اس بي. بص اخد كام؟ اخد 10 5 مصر، وده اخد كام؟ 10 6 وده 10 7 10 9 وهكذا بقى. تمام؟ اذا ده دلوقتي واخد 10 ايه؟ 10 0 0 5 مش واخد 5 برضه ولا 6؟ 5. تقدر تبنج من ده. طب وده واخد كام؟ 6 10 0 0 6. اي جهاز من دول عايز تبنج منه بنج على 10 0 0 10 0 0 6، ده مين؟ ده زميلي اللي معايا الواي فاي اللي زي البنج شغال زي الفل. اقدر ابنج على 10 1. سؤال، لما بنج على 10 1 هيبقى التي تي ال كام؟ لا اكسس بوينت زيه زي السويتش، يبقى 128، يبقى بنج عادي على 10 1. او الجهاز ده انا غيرت له الاي بي 10 4، ده بنج على ما عادش فيه 10 1 خلاص 10 4. بص شغال زي الفل. اذا كان ده سويتش بس بدل ما كان واصل من طالع منه كابلات بقى الدنيا شغاله ايه. طب ويطلعوا نت؟ اه عادي جدا. مش الجهاز ده واخد اي بي وماسك وجيت واي؟ يعني جرب من الجهاز ده مثلا بنجلي على، ثواني اكبر الفونت شويه، من الجهاز ده بنجلي على مثلا بنج على www.yahoo.com انتر ياهو. احنا عاملين هنا فيسبوك facebook.com بص 20/7 اهو جابوا. طبعا جابوا منين؟ الدي ان اس. الدنيا اشتغلت زي الفل. اذا الدنيا هنا شغاله واي فاي، والواي فاي الوايرلس بيتكلموا مع الوايرد وبيطلعوا نت وبيشتغلوا زي الفل. اي سؤال؟ هو هو اللاب ده انا هاخده، عايزك تطوره وتحط فيه جزء الايه؟ الاكسس بوينت. طيب بصوا في اللاب اللي احنا بنيناه ده، احتاجنا عشان نبني شبكه وايرلس احتاجنا جهاز اسمه اكسس بوينت، وعشان نبني شبكه وايرد احتاجنا ايه؟ سويتش. وعشان نربطهم بالنت احتاجنا ايه؟ راوتر. احتاجنا كام جهاز كده؟ ثلاث أجهزة. طب عشان يوفروا عليك التكلفة بيعملوا لك دلوقتي جهاز ثلاثة في واحد. يعني اللي أنا كنت مخبيه عليك إن الجهاز ده في حقيقة الأمر مش بس أكسس بوينت، لا ده الجهاز ده حضرتك ثلاثة في واحد. تلاقي إيه بقى؟ الجهاز ده لو جيت عليه كده وجبت بص يا سيدي، طالما في أنتنة
يبقى ده ايه؟ اكسس بوينت. في اربع فتحات زي ما انت شايف يبقى ده ايه؟ سويتش. مش بس كده، ده في الفتحه، شايف الفتحه اللي قلت لك سيبك منها دي اللي هي بتبقى الار جي 11 اللي بتوصلك بالانترنت. يعني ده يعتبر جهاز ايه؟ يعني بص بقى يكفيك دلوقتي حضرتك لو عايز تبني الشبكه ديت تجيب ده بس. انت حتى انت مش ملاحظ ان ده واخد نفس شكل الايقونه بتاعت الراوتر؟ يعني ده راوتر في حاله الامر شغال اكسس بوينت اللي هو يعادله اللي انت بتجيبه عندك في البيت. يعني عارف لو انت دخلت هنا على الفايل ده، بس احنا كنا شرحنا الانترنت راوتر بالتفصيل. بص ده فعلا الشكل اللي بيبقى عندك للراوتر اللي في البيت. حاجه بالمره بص دي الفتحه اللي هتوصل بكابل التليفون، ودول هيوصلوا بالاجهزه الوايرلس. بس اخرك كام جهاز؟ اربع. عايز اكتر يبقى هات بقى سويتش بقى. يعني احمد ربنا ان هو حط لك سويتش جوه الايه؟ جوه الجهاز ده، واكسس بوينت اللي هي الانتنة بتاعتك اللي تشتغل از اكسس بوينت. فتعال نعدل اللاب ده، هو هو اللاب بتاعنا ده هنعدله. بص يا سيدي انا هشيل الكابل ده، والاربع اجهزه دول بدل ما هم كانوا واصلين هيوصلوا في الفتحات اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ايثرنت. اهو كده الحمد لله استغنيت عن السويتش. طيب والكابل اللي كان موصلني بالعالم الخارجي يوصل حضرتك في انهي فتحه بقى تحديدا؟ فتحه الانترنت اللي هي المفترض في الواقع العام تبقى فتحه ار جي كام؟ ار جي 11. بس خلي بالك في الموديل اللي احنا مستخدمينه ده في الحقيقه المفترض تبقى ار جي 11، اهو بدليل الرسمه اللي انا وريتها لك هنا دي ار جي 11 فعلا اصغر من الباقي. لكن هنا في اللاب ده الاكسس بوينت ديت حتى الفتحه اللي مكتوب عليها انترنت ديت ار جي 45 بره مش عندنا احنا هنا بره. الكابل اللي بيجي لهم زي السنترال عندنا كده، الكابل اللي بيجي لهم السنترال مش ار جي 11، ار جي 45. فبيوصل فين؟ بيوصل في الفتحه ديت اللي هو يعادله احنا عندنا ايه؟ ار جي 11. احنا مش فارق معانا، احنا فاهمين الاثنين تمام. ادي المنظر، شايف استغنيت حضرتك عن الايه؟ عن السويتش مش عايزه، وكمان مش عايز الايه؟ الراوتر ده، ده راوتر وفي نفس الوقت اكسس ايه؟ اكسس بوينت تمام. لا يبقى لازم تجيب الراوتر العادي بقى، يعني ده ما ينفعش اعتمد عليه ان هو ده اللي يطلعني نت لو عندنا هنا في مصر، لان لازم يكون في فتحه ار جي كام؟ ار جي 11 تمام كده. طيب اللي عندنا احنا هيبقى حاجه بالمنظر ده، يا اما بقى ايه يكون عندي ده عندي ده ويطلع منه كابل يوصل بعده في ايه؟ في ده تمام كده. ده الار جي 11. هو المفترض الراوتر ده افكركم كان بيجي من مصنع الاي بي بتاعه كام؟ 192 ايوه 192.168.1.1. لا بص بقى الموديل اللي انا شغال عليه ده بيجي من مصنع الموديل بتاعه مش 1101 عادي، انا بقول لك 1.1 ده الاكثر انتشارا. فده حضرتك 0.1 هو جاي من مصنع الاي بي بتاعه 0.1. ده لانهي فتحه؟ الفتحه اللي من ناحيه اللان. انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا ممكن اجي من الجهاز ده افتح البراوزر زي بالظبط ما انا جيت من هنا من البراوزر. طب احنا عندنا على الاجهزه الحقيقيه اللي احنا شغالين عليها واخد 192.168.1.1 اهو، طلب مني ايه بقى اليوزر؟ نفس الكلام اقدر اعمله هنا، اجي هنا اقول له 192.168.1. لا مش 1.1 بقى، ها هنا ايه؟ 0.1. اقول له جو الاول بس الجهاز ده واخد اي بي ولا مش واخد اي بي. ده دلوقتي عشان يعرف يكونكت ده لازم ياخد اي بي في نفس الايه؟ الرينج. ارجع بقى ايه؟ اشغل على ده خدمه ايه؟ شفتوا خدمه دي اتش 3 اللي احنا كنا لغيناها؟ ارجع اشغلها بقى تاني، ما انا دلوقتي عايزها بقى. انا كنت لاغيها لما كان
ده كنت مستخدمه از اكسس بوينت بس، وكان عندي انا الجهاز اللي بيشتغل دي اتش اس بي. لكن انا دلوقتي خلاص انا هستخدم الدي اتش اس بي اللي هنا واقول له سيف. انا ساعتها خلاص الدي اتش اس بي انا مش محتاجه ده كمان اهو، يعني ده كده ما عدتش محتاجه. تعالى بقى على الجهاز ده اقول له كده خد اي بي من الدي اتش اس بي. بص اخد اي بي وماسك. شايف الجيت واي بتاعه كام؟ 01. الدي ان اس خش انت بقى ظبطه. يعني تعالى على ده بقى في الاعدادات بتاعته شوف الدي ان اس اللي عايز اوزعه. احنا طبعا في الحقيقه هيبقى كام؟ 4 8 8 2 4 2. لا انا هنا هيبقى كام؟ 20 20 20 0 0 3. اقول له سيف. طب تعالى بقى على ده اقول له بقول لك ايه خد اي بي من الدي اتش سي بي. هتلاقي اخذ اي بي وماسك وجيت واي ودي ان اس كمان. تمام كده؟ طيب انا كده لو جيت من البراوزر على الجهاز ده وقلت له بقول لك انا عايز اخش على 192.168.0.1 هيقول لي اديني ايه؟ زي ايه بالظبط؟ زي ده بس ده 1.1 ده 0.1. احنا قلنا الاكثر انتشارا ايه؟ فاكرين ادمن؟ ادمن انتر. ادي يا عم الصفحه اللي احنا كنا بنفتحها ونعمل منها الاعدادات. وايرلس اعمل بقى اعدادات من هنا والوايرلس سكيورتي وهكذا. اي سؤال لحد دلوقتي؟ يبقى ده جهاز عباره عن 3 في ايه؟ 1 اكسس بوينت و سويتش وراوتر رابطني بالعالم الخارجي. اوقف الريكوردنج، عدل اللاب بتاعك، طبعا هترجع بقى تشغل الدي اتش سي بي تاني، عدله خليه بالمنظر، صنع عن السويتش، صنع عن الراوتر وهكذا. طبعا الديفولت ان ده هيبقى شغال على نات، وهي طالعه من الاجهزه اللي جوه، وهي طالعه هتخمس في ايه؟ في اي بي الفتحه ديت. ومفترض الفتحه دي الاي بي بتاعها هيتاخد من مين؟ من الاي اس بي عن طريق بروتوكول ايه؟ التريبل بي او اي. يعني مثلا الاي بي بتاع الفتحه دي مثلا 1111، يبقى الناس دي كلها وهي طالعه نت هتتبدل بايه؟ باربع واحد. اي سؤال لحد دلوقتي؟ ده كلام احنا شرحناه كنا في النت بالتفصيل. احنا كده الحمد لله بنينا شبكه وايرلس وربطناها بالوايرد وطلعت نت. نوقف بقى الفيديو ده على كده، نطلع بريك ونرجع نكمل ان شاء الله.